هلا برنامج القفة. هانا اي هانا كسبتك انت. اه كسبتك. كسبتي؟ اي جيت نطلع عليك. ما كناو فيه تخرج عم مختارة؟ لا خرجت المريض. مريض باش لطف عليك. اي بل كناو فيه مريض باش لطف عليك. بل كناو فيه قلت لك مريض باش لطف عليك. لا مريض 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 لباس الحمد لله لباس. حل باب عم مختار حل. لباس لباس لباس. حل باب خلينا نشوفه ترى. ها؟ حل باب حل باب. قال حل فيه الباب يا طفلة. حل خلينا ندخل حذيك. ايه ندخل حذيك. ندخل حذايا عشان استطلب في الليل. احنا مش في الليل يا عم مختار. ايه احنا في عز القايلة مانيش في الليل توا. قال يقولوا في الليل حل في الباب الباب. ليش كيف كيف عندك ايه؟ هو كيف كيف ظهر فيه غيل عنده؟ لا صبيبة ولا كبير؟ انا؟ ايه. تلفزة. تلفزة؟ اي. كبير تلفزة. تلفزة. ما عرفتش بليت التلفزة احنا على رب الباب يا كبير. يا عم مختار كيفاش عايش هوني يا عم مختار؟ اه؟ كيفاش عايش هوني؟ عايش في بلادي يا على وين ماشي. عايش في بلادي. أنا هي بلادك يا عم مختار؟ هذه بلادك؟ في ديالي فيها اه؟ هذه دارك؟ اي داري وملكي و. هي فيها؟ اي. كنت فما لداخل عم مختار؟ مع ما يكرم ربي. تستحق حاجة؟ اه؟ تستحق حاجة؟ ما نستحق شيء، الحمد لله كل شيء عندي. من كل شيء يا مختار؟ ماكلة كل شيء ومشيشة وكل عندي كل شيء عندي. تحب نظفولك البلاصة؟ تلي تنظفيلي ايش تنظفيلي؟ البلاصة اللي انت فيها. اي لا لا لبس بي جرياتي وكل لبس بي. ايش من جرياتك يا عم مختار؟ انا جرياتك ما تغطي تدني اكل لك احلى يا عم مختار. يا ودي ما نبقى الليلة اللي عملتوها لي. انت فرحان هوني؟ الحمد لله. ها فرحان بالوضع هذا؟ عاجبني الحمد لله الحمد لله. انت دافع بيناتي ومشلح بيناتي لاباس ونغسل في وجهي ولا الحمد لله. وين تغسل في وجهك؟ نغسل بيدي. فين الداخل ولا برا؟ ندخل البرا الداخل. ايش اخرج البرا؟ نخرج الداخل والبرا. قديش عندك عايش هنا؟ من عام 70. من عام 70؟ من عام 70 والدي مات هنيا. اه؟ ايه من عام 70 والدي مات هنيا. وناخذ الملك مغرسان. ايش نقول لك؟ اوسي. ما تحبش نخرجوك من هنا تسكن في بلاصه اخرى باهية؟ وين نسكن وين؟ نشوفوا لك احلى دار. وين؟ نطلع من هنا من الملك ونطلع ونمشي بعيد ونسلم في ملكي ونسلم في سعي. وش تعمل به يا عم مختار؟ كيفاش تعمل به؟ نسلم في ملكي. يا مروة سامحوني انتم الهلال الاحمر جايين هنا وباش تنظفوا وباش تعملوا عملية كاملة كيفاش عشفتش؟ احنا حبينا نعملوا عمل خيري. الراجل مش حابب راجل. هو المره اللي فاتت موافق الحقيقه، والمره اللي فاتت قال لي راهو ما طلع عليا حتى حد. هو عنده حق حسب اللي سمعت انا، صارت له حاجه معناها جراف شويه اللي هي سرق له السعي نتاعو اللي كان يحكي لك عليه ودخلوا له شكون علاش راهو ما عندوش ثقه. انا تو نعطيه شويه حق. شفت انا صحيح نو مشى تو الساعه المنطقه مش البلاصه اللي ساكن فيها. هو على بالنا هو اول حاجه تو المهم لسعي لا ملك لا حتى شيء، لازم يخرج من البلاصه هذيا. هو ما يحبش رافض باش يخرج. احنا حابين سعي يا سعي ما عند واحد اخر سعي عند واحد اخر سالح بيه. لا كيحسنوا لك المسكن نتاعك يا عم مختار. لا تحسن المسكن اللي عيني في مسكن بخلوي لبس بي. ربي معك باهي واضح. عندك بيت راحه؟ بطاقه. ليه؟ عندي ليه؟ بطاقه لا بطاقه. مش بطاقه. عندك بيت راحه؟ ها؟ بيت راحه. اسمعتني عندك بيت راحة يا عم مختار؟ بيت راحة شنو هي بيت راحة؟ وين هي بيت الراحة نتاعك؟ بيت الراحة شنو هي هذه بيت الراحة؟ لا انا عندي بني يا عم مختار. ما عندوش البني معناها هكا عليه ما عندوش. باهي تحبش نعقموا لك البلاصة؟ عندي خلوية هذا يدي بنيهم من عام 70. باهي يا عم مختار ما يسالش ما تحبش نعقموا لك البلاصة احنا. وين تعقبيلي؟ وين تعقبيلي يا بنية؟ لا يا مروة شكون تعقيلي؟ هذه لا متاع تعقيم لا متاع تنظيف لا متاع حتى شيء. يجي تراكس يهزها لكل البلاصه احسن حل وتتبدل تحط له بيت اخرى جديده. مش حل اه ما تصدقيه. احنا من فانا شمنا نخرج ما نسمش نشم الريحه. ما تصدق اللي تكيه شنو؟ لا 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 ما نهزوكش يا عم مختار. لا لا يا عم مختار وكرك يا عم مختار. ما برا بنياتي برا خدم على روحك. باهي سامحنا يا عم مختار. ما اسمحي عايشك ربي يطول عمرك. سيد ولي تفيق تحرك اغسل الراجل وين عايش. صدقوني سبحان الله عمري ما ريت شيء هذا. يا سيد الوالي تحرك. هو رافض خاطر
اغزر في المنطقه اللي هي تبعتك، في الدائره اللي هي تبعتك اغزر نسك في صعايشة. ما تنجمش تدخل، ما تنجمش تنفس عد وتصد ما عادش.